كنشنوا المعرض الدولي للنسيج ماروكين مود. هذا المعرض اللي كيعرف مشاركة ديال اكثر من 125 عارض مغربي مصنع مغربي. يعني الهدف ديال هذا المعرض هو ان نوريو يعني الجوده ديال المنتوجات المغربيه, وانا نقدروا نديروا منتوجات ذات بواحد الصفه عالميه بالمواصفات العالميه. ومنه كنحاولوا ندوزوا واحد الميساج, وان لا بلاتفورم ماروك, لا بلاتفورم ديال المغرب ديال صناعه النسيج, حتى هي في تحول باش تكون ملائمه للمواصفات ديال المواصفات البيئيه الدوليه اللي هي الان واحد التحول يعني دولي. فالحمد لله يعني عندنا جميع المنتوجات معروضه الان في جميع قطاعات النسيج. والهدف ايضا من هذا المعرض هو اننا نجذبوا مستثمرين اجانب ومستثمرين محليين باش يستثمروا في قطاع النسيج اللي باقي اول مشغل صناعي في المغرب, 220 الف منصب شغل, وعنده يعني تقريبا ثاني مصدر من بعد صناعه السيارات. اذا عنده الوزن ديالو في القطاع في المنظومه الوطنيه الاقتصاديه. وان شاء الله حنا كنشتغلوا في وزاره الصناعه ان نطوروه اكثر, وكنشتغلوا على استراتيجيه الان باش نزيدوا نطوروا صناعه النسيج في المغرب. كاينه واحد 50 ولا 40 شركه مغربيه, يعني مغربيه اللي كدير ميدي الماروك. هو جميع الشركات مغربيه هنا, كاين شركات, كاين بعض الشركات التركيه, ولكن اللي كدير منتوجات مغربيه كاين واحد 40 شركه, والشركات الاخرين كيديروا منتوجات اللي كتصدر خارج الوطن. وزارة يعني وضعت واحد الاستراتيجيه. اولا كما قلت لك كاينه, كما قلت للاخوان الان, كاينه واحد كاينه الاستراتيجيه اللي كان اللي دار سيدنا ديال الاستراتيجيه ديال الطاقات المتجدده, واللي غادي نستافدوا منها كقطاع نسيج, لان غادي يولي كربون اقل في الكهرباء, وهذا الشيء غادي ياثر على المنتوجات ديال النسيج اللي غتولي هي عندها اقل كربون. ثانيا وضعنا واحد المنظومه ديال الدعم ديال الشركات اللي بغاو يستثمروا تطوير كرواسونس فيرت في ماروك بي ام اف, يعني مغرب المقاولات, اللي هي واحد لاجونس تابعه لوزاره الصناعه والتجاره, واللي في هذا الاطار يعني كتم المواكبه ديال الشركات من ناحيه الاستثمار, من ناحيه يعني التطوير, من ناحيه يعني لا فورماسيون. وايضا قمنا بواحد الشراكه مع فاعل دولي اللي هو لا بنك مونديال, الاي اف سي ديال لا بنك مونديال. يعني هذا كيدل على ان كاين واحد الثقه في الفاعلين الدوليين سميتو الممولين في قطاع النسيج, وهاد هاد 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 الاتفاقيه غتمكن من اننا نواكبوا ماليا وتقنيا الشركات اللي بغات تستثمر في يعني في ما هو بيئي, ما هو يعني عمليه التدوير, يعني ليكونومي سيركولير. وان شاء الله المغرب غادي نعملوا يعني الجهد ديالنا باش يمشيو في يعني مواكبه ما يقع في الصعيد الدولي.